السلام عليكم، مرحبا بكم في سلسلة فيديوهات ماتريكس أدوج. اليوم نحكي عن الكونسبت السابع اللي هو البايو كلير ماتريكس سيستم، especially biofit HD posterior matrix which is discovered by the David Clark. هاي التكنولوجيا من هذا الماتريكس تسمح لك انه يعطيك ايديال توث كونتور. ليش؟ لان الانجينيرنج بروسيس مالته راح تمكنك انه يحافظ لك ويعطيك انتر بروكسيمال شيب ايفن افتر بليسمنت اند مانيبيوليشن. يعني هذا بعكس المتل ماتريكس، المتل ماتريكس هو بيدك شكل ومنتحط على التو ستراكشر راح يصير شكل، ومنطلع من التو ستراكشر راح يكون شكل اخر. هذا راح يبقى محافظ على الانتر بروكسيمال شيب. هذا البايوفيت ماتريكس مصنوع من ترانسلوسنت وايت بنسبة 76 مايكرون مايلر. يعني هذا بنشوفه للولة الأولى تتوقع أنه هو هذا مايلر سترب، بس يا جماعة هذا استفر ومور ريجيد ستراكشرز مقارنة بالمايلر. يعني هذا نقدر تقول عليه هو حالة وسط بين المايلر سترب الاعتيادي وبين المتل ماتريكس. يعني هذا شفاف يسمح للماتيريال انه لا تكرر من خلاله، هذا more flexible than the metal، وبنفس الوقت more rigid than the matrix the mylar strip. Bioclear tab تسمح للmanipulation، تسمح كذلك للcontrol اثناء ما انت جاي تسوي wedging process. كذلك الترانسلوسنس مالته انه تخليك يسوي كيورنج ثرو ذا ماتيريال خلتني انه انا اقدر استخدمه اليوم بالانجكشن مولدنج تكنيك والبلك فيلنج تكنيك. هذه اللي يمتلك يونيك شيب، يمتلك يونيك شيب واوكلوجال كيرفيتشرز بحيث يعطيني راوندد مارجن ريدج، واللي هو ما من الممكن اليوم انا عندي متل ماتريكس يعطيني مثل هذه الكونسبتس. ماكو متل ماتريكس يعطيني راوند مارجن ريدج. بعد يقدر يغطي 30% من البكل لينجوال والاوكلوجال تو ستراكشرز، يحيط له 30% مقارنه بالمتل ماتريكس. بعد اليونيك ديزاين مالته واليونيك شيء مالته خلاني انه انا اقدر استخدم اليوم باكثر من 75% من كيسات البوستيرر مولرز. يجيني بثري سايزز، ال 4.5 ملم، 5.5 ملم، و 6.5 ملم. يفيدنا استخدمه بكيسات المينيمال انفيزيف سمول بوستيرر كافيتيز، وكذلك باللارج ديب بوستيرر كافيتيز بنوعين. النوع اللي هو ال اتش دي ترانسلوسنت اتش دي، هذا او ال 76% ماي 76 مايكرون مايلر، وهذا البلو اللي هو 50 مايكرون. هذا بالريجولر كيسز، هذا يفيدني وين مور فلكسبل ماتكس از نيدد، يعني هذا فلكسبل اكثر من المايلر. هذا راح يعطيني مور تايت كونتاكت، يعطيني اناتوميكال كونتاكت، يعطيني سموث. اكو شغله مهمه راح يوفر لي اياها، هذا انه راح يعطيني فيري بولش اور مور بولش كومبوزيت او جلاس لايك فينيش مقارنه بالماتريكس. يعني هذا من احط الكومبوزيت ريستوريشن واسوي له كيورنج واشيل الماتريكس القاها جليز، القاها سموث مقارنه بالميتال اللي يعوف لك مات فينيش، يعني يعوف لي كومبوزيت هي صح ناعمه بس بدون لمعه. فبايوكلير ماتريكس سيستم كسيستمز هو ممتاز، تقريبا جمع لك الادفانتج، اخذ الادفانتج من المايلر سترب واخذ الادفانتج من الميتال وكون لي كونسبت جديد اسمه بايوكلير. وشكرا.